حقيقة ثناء كبير، وقال ان اليوفنتوس يعني امامه المزيد والمزيد. ابراهيموفيتش هل يسجل؟ ينهي المباراة، ينهي اللقاء بهدف ثاني، وان كان لسه في اللقاء بقية، لكن هو هدف ثاني. لمن هذا الهدف؟ للساحر ابراهيموفيتش. فونتانا احيانا السحر يعني والخدع السحرية لهذا اللاعب ابراهيموفيتش. ابراكادابرا، شوف حضراتكم الكورة، يعني صاروخ قوة، عنده قوة، عنده مهارة، عنده اهداف، سواء بقى بألوان أياكس، بألوان يوفنتوس، بألوان فريق نادي الإنتر. شوف حضراتكم كرة يعني لا يعرف الرحمة، هو بحث عنها وحصل عليها وفي منتصف المرمى، والحارس فونتانا يعني شأننا يعني زينا كده بيتفرج على الكرة لأن اتحرك متأخر. شوف حضراتكم السرعة 124 كيلو متر في الساعة، كرة يعني من الكرات القوية جدا اللي بنشوفها بقى في عالم التنس. شوف الضربات الساحقه في الشوط الثاني، شوف حضراتكم الكوره وصعبه، صعبه الحقيقه، يعني احنا انتقدنا حدث فونتانا، الكوره قريبه جدا.